السلام عليكم، كيف الحال؟ أهلا بكم بقناة فارس، فيديو جديد. فيديو اليوم بنفتح حصالة فارس اللي لها تقريبا حوالي 6 أشهر، وفارس يجمع فيها فلوس، وبنروح السوق ناخذ لها ملابس، وبقية الفلوس ناخذها لها. طبعا اللي بيسأل كيف فارس يجمع الفلوس بوريكم دالحين. فارس شوف، فارس يلا فارس، يلا واو شاطر، يلا شاطر. يلا الآن بنفتح الحصالة وبنشوف كم فيها. بس يا سلام، نبدأ الآن كم هي الفلوس حق فارس كل هذه؟ 10 20 20 طبعا عدينا الفلوس حق فارس كلها، موجود فيها حتى 1 درهم، تخيلوا درهم إماراتي. هذه منها 300 اللي هي الورق، الفلوس الورقية منها 300. الفلوس اللي هي فئة ريال منها 111 ريال زائد 111، واللي هي أبو ريالين منها 32 ريال، وهنا أبو ربع ريال منهم 6 ريال زائد 6 ريال، وهنا 10 20 26 اللي هي فئة نص ريال زائد 26. تخيلوا كم، توقعوا كم طلعت؟ هذا هو الرقم 475 ريال. ليش خفيف دم، خفيف دم، ما شاء الله عليك. فارس بالسوق، ندخل ناخذ له ملابس شتوية وبعدها نطلع. وهذا اللي هنا، يا سلام شوف فارس اشتري مالك، لازم ناخذ سيارة معنا. طيب خلاص فارس اخذنا له الملابس دي وما عقبته، لكم لازم سيارة، ما نطلع من المحل بسيارة ونحن رايحين محل الألعاب بعد شوي. يلا بسم الله مشينا، أخذنا الفارس دي. إيش رأيك فارس؟ إيش رأيك؟ أوه دبدوب، سنطة دبدوب، سنطة الظهر دبدوب. يا سلام، يلا تعال خلينا نحاسب، يلا يلا فارس تعال. أسود
مع فارس خدناه وقد صحى واحنا الان محل الالعاب بناخذ له العاب بنشتري لفارس العاب بنشوف ايش يبغى بقيه فلوسه ونشتري لهم فيها العاب يلا فارس تعال نشوف لك العاب بنشتري لنا الفارس دي هذه تعليم الارقام والحروف اشترينا له كمان هذه قطار مع حلبة سيارات صح فارس عجبك ذا؟ عجبك؟ تعال بنزيد نشوف ايش بنشتري لك يلا تعال تعال نبغى لك حاجة تشتريها حاجة حلوة وش هذا؟ تعال ايوه هنا 15 ريال اوه هذا حلو يا فارس فارس تعال شوف اشكال المربعات ومثلثات حلو دوائر خلاص فارس بناخذ لك ذا تمام يلا ايش كمان يلا تعال 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 بعد ما رحنا احنا وياه السوق ورحنا محل الالعاب واشترينا له ملابس والعاب واخذ فلوس من فلوسه وعزمنا على عشاء في المطعم الله يكثر خيرك يا فارس يسلم يا فارس يسلم واو تعال الحمد لله تعال هنا تعال فارس يا سلام الحمد لله وصلنا انا وفارس لا تنسوا بالاخير تعملوا لفارس لايك وتشتركوا في قناته ومع السلامه باي باي